بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض خاصية الديسبلاي. خاصية الديسبلاي هي المسؤولة عن طريقة عرض العنصر بتاعك. قلنا في كورس الـ HTML إن إحنا عندنا عناصر بلوك وعندنا عناصر inline، وقلنا إن إحنا هنسمع مصطلح جديد في CSS اسمه inline block. خاصية الديسبلاي هي المسؤولة عن إن أنت تغير طريقة عرض العنصر. لو عندك عنصر inline ممكن تخليه بلوك، ولو عندك بلوك ممكن تخليه inline block، وكل التعديلات اللي أنت عايز تعملها في عرض العنصر تقدر تعملها بالخاصية دي. عشان نفهم الفكرة محتاجين نعمل كام ديف محترم كده ونبدأ نتعلم فيهم الفكرة بتاعتنا. هكتب هنا ديف وهكتب جنبه بلوك element بالشكل ده، والديف ده أنا هكرره 3 مرات، وهاجي هنا هعمل multiple line comment كده، وهنكتب الأنواع اللي عندنا عشان نبدأ نعمل المقارنات بتاعتهم. أول نوع عندي هو البلوك، وهنكتب فيه كده كام نقطة، 1 2 3. بعد كده هناخد نسخة منهم البلوك والإنلاين والإنلاين بلوك بالشكل ده. طيب نبدأ المقارنات بتاعتنا عشان نكرر نفس المقارنات دي في التلاتة عشان نعرف الفرق بينهم طبعا عملي. نبدأ بأول حاجة بالبلوك إليمنت. البلوك إليمنت يا جماعة لو انت مش محدد ويتس بياخد الفول ويتس بتاع المكان اللي هو فيه. هكتب هنا كده take full ويتس if no ويتس. لو انت مش كاتب ويتس معين هو بياخد الفول ويتس. خلينا نكتب كده dev background color red، او مثلا لون زي اللي كنا عاملينه ده، ونديله على سبيل المثال padding، او مش لازم نديله مفيش مشكله. دي العناصر بتاعتنا، هتلاقي انه الديف بتاعك خد الفول ويتس عشان انت مش محدد له ويتس. لو حددت ويتس معين 400 بكسل مثلا او مثلا 200 بكسل بياخد الويتس بتاعك عادي جدا مفيش مشكله، لكن لو مفيش ويتس بياخد الفول ويتس. عظيم جدا. النقطه الثانيه انه العنصر البلوك بيعمل line break قبله وبعده. هكتب هنا add line break. ليه بيعمل line break؟ عشان العناصر ما تجيش جنبه. يعني لما حطيت 3 عناصر دلوقتي ورا بعض ما جوش جنب بعض، ده خلى ده قبله، خلى ده بعده، وده خلى ده بعده، وهكذا. اللي في النص عامل line break قبله وبعده، فما فيش حاجة منهم جت جنب التانية، وده الديفولت بتاع البلوك إليمنت بتاعتنا. طيب عظيم، نبدأ بقى هنا نكتب كده padding 10 بكسل، ونيجي هنا نبص بصة ادي الهوامش اتعملت والحمد لله. نكتب margin 10 بكسل، عظيم اتعملت وزي الفل. يبقى بقى عندنا البادنج بيحترم البادنج من كل الجهات عادي. عندنا هنا المارجن برضو زي الفل، والعناصر بقى فيه بينهم زي ما انتم شايفين مسافات اهو كلهم واضحين وكله تمام وزي الفل. يبقى نكتب هنا respect padding margin، وهنجرب حاجة تانية. الويتس جربنا زي الفل، الهايت زي الفل، البلوك بيحترم كل حاجة في الدنيا مفيش مشكلة خالص، 300 بكسل والهايت 50 او 60 بكسل مفيش مشكلة خالص. خليها مثلا 40 20 عشان ما يزعلش، 30 حلو. طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا الريسبكت او بيحترم البادنج والمارجن والويتس والهايت وكل حاجه من الاخر. يعني هنكتب هنا ريسبكت بادنج مارجن ويتس هايت. البلوك اليمنت برنس مفيش اي حاجه فيها مشكله. نقلب بقى دلوقتي على الان لاين. الان لاين اليمنتس هناخد بقى نفس اللي احنا عاملينه ده، بس هنبدل الديف ده دلوقتي بسبان بالشكل ده. السبان بتاعتنا بقى تعالوا مع بعض نشوف هو في كام ديف هنا في الصفحه هيبدل كلمه ديف دي كمان. عسل قوي مفيش مشكله نتمنى. بقى عندنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده السبان بدل بلوك هنبدل الكلمه دي لان لاين. الفايند اند ريبليس اللي انا عملتها دي كنترول اتش، تكتب الحاجه القديمه والجديده. الحركه ان انا بمشي على العناصر دي كلها بتدوس الت هولد وتكتب كده، او تمشي في السطور بتاعتك كلها وتبدأ بقى تتحرك تعمل اللي انت عايزه براحتك. طيب دلوقتي بقى عندنا 3 عناصر سبان، وهنطبق عليهم نفس اللي عملناه هنا واحدة واحدة من الاول خالص. خلينا نلغي دول ونمشي line by line. ادي سبان والباك جراوند بس اللي هنسيبها. اول حاجة شباب هتلاحظوها انه مش بيضيف
line break، العناصر جت جنب بعض من غير اي مشكلة. عظيم. يبقى الـ inline اول حاجة do not add line break مثلا، مفيش line break. طيب ده كلام عظيم وده كلام جميل. نيجي بقى للريسبكت بتاع الـ width والـ height. تعالوا مع بعض نديله كده width و height. هدي الـ span هنقول له width 400 بيكسل، height 100 بيكسل. العنصر الانلاين مش بيحترم الويتس والهايت. عظيم جدا جدا جدا. يبقى نكتب هنا، ممكن نخلي دي تاني واحدة عشان يبقى الترتيب والمقارنة سليمة. هنكتب do not respect، بعدين هقول له ويتس هايت، ونكمل مع بعض ويتس وهايت. ايه تاني؟ نديله بادنج بالشكل ده، ادي البادنج، ونبدأ نتفرج. البادنج يا شباب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو بيرسبكت البادنج بس من جهات معينة. ايه هي الجهات دي؟ الليفت والرايت بس. يعني البادنج بيتعمل ليفت ورايت. طب انت ليه قلت ليفت ورايت؟ عشان هو الليفت والرايت هتلاقوه بيحرك العناصر اللي جنبه، ده معناه انه ماشي في السليم. بصوا العناصر اللي جنبه بيحركها، لكن فوق وتحت لا. اللي انتوا شايفينه فوق وتحت ده يا شباب هو اللون بيطغى على الصفحة والعناصر الموجودة بعده. يعني لو العناصر بتاعتنا دي يا شباب موجودة تحت بعض، هتلاقي ان اللون ده غطى على العنصر، بعكس اللي كان بيحصل في البلوك، عشان هو بيرسبكت البادنج والمارجن اليمين والشمال بس. فاحنا هنكتب دلوقتي الكلام ده وهنعمل مثال عملي، ما تقلقوش خالص. هنا هكتب respect او do not respect الويتس والهايت، وهنا هنكتب بعدها respect padding and margin، وهكتب هنا just left زائد right، يعني اليمين والشمال بس. هتيجي تقولي بقى انا عايز اجرب اللي انت بتقوله ده دلوقتي، هقول لك عينيا. تعالوا مع بعض نشوف البادنج بتاعنا ده، هنخليه بادنج كبير كده، ونشوف مع بعض العناصر هيكون شكلها ايه زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى تحت البادنج دي كلها نحط عنصر من عناصر البلوك، مثلا div، وهكتب فيه div بعدها بلوك، ونتفرج مع بعض كده ايه اللي هيحصل. شايفين يا شباب الديف مكانه فين؟ ده السبان اهو، والديف مكانه هنا. ليه هو عمل كده؟ او ليه السبان عملت الحركة دي؟ عشان اللي هو البادنج اللي فوق والتحت ده فعليا هو مش بيحترم، واللون عمال يكبر لكن هو مش بياخد مكان او مش بياخد حيز من الورك فلو بتاعنا. لو انا خليت لك البادنج من اليمين والشمال بس، يعني صفر من فوق ومن تحت ومن اليمين والشمال، هتلاقي ده شكل الصفحة الطبيعي اهو. شايفين يا شباب؟ هتقول لي انا مش مصدقك على فكرة، لا ده بادنج. هقول لك حاضر، بص معايا. لو استخدمنا خاصية الديسبلاي وحولنا السبان لبلوك إليمنت، هقول له ديسبلاي بلوك، بصوا ايه اللي حصل. ده بقى الوضع الطبيعي الصح، انه السبان بعد ما بقى بلوك إليمنت بقى بيحترم زي ما انتم شايفين. اول حاجة البادنج اللي عاملينه من فوق ومن تحت بيحترمه دلوقتي عادي، بدليل ان هو عمل هوامش وخلى العنصر تحته. لكن الاول ما كانش بيحترمه، وبيجي فوق الديف كانه فعليا ملوش وجود. وطبعا مش محتاج اقول لك انه بعد ما انت حولته لبلوك ملى الشاشه بالشكل ده. يعني ممكن بعد كده بقى اقدر اديله ويدث 200 بكسل، واقدر اديله هايت 100 بكسل، واقدر اديله مارجن وبادنج والكلام ده كله. طيب نجرب مع بعض تاني بقى. المارجن اللي هي اخر حاجه دي عندنا بالشكل ده، الويدث والهايت جربناهم زي ما احنا اتفقنا ما بيشتغلوش. ادي ال 20، هقول له مارجن 20، هنلغي البادنج خالص في السبان بتاعتنا ونتفرج. زي ما انتم شايفين يا شباب ايه اللي بيحصل هنا، هتلاقوا ان في هامش يمين وشمال. فين اللي فوق وتحت؟ مفيش. شايفين اللون البرتقاني فين؟ يمين وشمال بس، مع ان انا قلت له مارجن 20 من جميع الجهات. اهو يا جماعه انا مش بكذب والله، مارجن توب 20 ورايت 20 وبوتوم وليفت، فين بقى فوق وتحت؟ مفيش. يبقى هو مش بيحترم زي ما اتفقنا التوب والبوتوم في المارجن والبادنج. طيب ده بالنسبه يا شباب للعنصر الانلاين. مش محتاج اقول لك طبعا انه هو عشان عنصر انلاين بياخد العناصر جنبه عادي جدا زي ما انت شايف. يعني لو حطيت عنصر انلاين وعنصر انلاين بيجوا جنب بعض، مفيش مشكله خالص وكله تمام. نيجي بقى لاخر حاجه وهو الانلاين بلوك. الانلاين بلوك يا شباب يعني تقدر تقول هو مزيج من البلوك ومزيج من الانلاين مع بعض. مش هنعمل شغل كتير قوي عندنا هنا خالص، هنسيب السبان زي ما هي، والبلوك إليمنت بتاعنا الظريف ده هنشيله، أو ممكن نخليه عشان نجرب بيه والله مفيش مشكلة خالص، ده كلام عظيم. دول العناصر بتاعتنا الإنلاين، ليها خلفية، فيها الخواص اللي قلنا عليها كلها يا شباب مفيهاش مشكلة. أول حاجة هنغير طريقة العرض بتاعتنا في السبان من إنلاين لإنلاين بلوك، آدي الإنلاين بلوك، ونبدأ بقى نشوف خواص الإنلاين بلوك.
اول حاجه في الانلاين بلوك بيخلي العناصر على يمينه وشماله عادي جدا مفيش مشكله. خلينا نكتب الكلمه دي هنا وهنا كمان عشان ما كتبتهاش بالمره ونوقف الفيديو عشان نكسب. اه يا شباب بيسمح بالعناصر قبل وبعده، اعذرونا على الجرامر العجيب اللي انا كاتبه ده، مفيش مشكله خالص. طيب الانلاين بلوك نفس اللي انت قلته هنا كده هناخده زي ما هو كده اهو، بيرسبكت البادنج والمارجن والويتس والهايت وكل الكلام ده وما عندوش فيه مشكله خالص. تعالوا بقى نشوف مع بعض عشان احنا جربنا في الانلاين وما جربناش هنا، نجرب بقى عشان العمليه ايه تبقى في اللذيذ ونتاكد ان كله تمام. العنصر بتاعنا زي ما انتم شايفين انلاين بلوك، محتاج ان انا اجرب اول حاجه البادنج. ادي بادنج 10 بيكسل من كل الجهات، شايفين من فوق ومن تحت ومن اليمين والشمال اتظبط مفيش مشكله، بدليل انه ما جاش على البلوك. هتقول لي لا انا على فكره نسيت وتقريبا يعني مش مصدقك، بصوا كده معايا اهو ده الفرق كده. يبقى انا بريسبكت البادنج من كل الجهات فوق وتحت ويمين وشمال عادي. نفس القصه في المارجن اهو مفيش مشكله خالص. عشان تشوف الوضع العادي قبل اللي انت عملته تعمل كده، شايفين التوب والبوتوم مش بيحترمهم اللي هو الانلاين، الانلاين بلوك بيحترمهم عادي مفيش مشكله عشان تتاكد اهو، شايفين؟ يبقى احنا بنريسبكت البادنج والمارجن والويتس والهايت. تعال نشوف مع بعض، ادي الويتس 300 بكسل، عملت 300 كلهم ما جوش طبعا جنب بعض بسبب ان مفيش مكان في الشاشه، اهو جنب بعض اهو مفيش مشكله خالص. طب بالنسبه للهايت، ادي الهايت 50 بكسل بيحترم الهايت عادي جدا. طبعا يا شباب احنا كده عرفنا طريقه العرض وقارنا بين الانلاين والانلاين بلوك والبلوك، لكن في المستقبل وفي طريقه توزيع العناصر عشان تعمل تصميم احترافي هنتعلم حاجات اجمد من كده بكتير. يا رب يا جماعه خاصيه الديسبلاي تكون عجبتكم، ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.